الحكم الجريء في احتسابات هذا القرار الكبير. الحسن ممكن يكون فعل سيء يعني لأن في النهاية فازوا، وأيضا فعل سيء لأن خسروا في المباراة الأولى، لكن أن عمر عبد الرحمن عموري ممكن الآن يعود ليشعل المباراة بهدف ثاني. الأشول صاحب القدم اليسرى 21 سنة موهبة الإمارات القادمة، الآن عموري يلعب الكرة، اللاعب الشاب كرة ثابتة الآن ممكن التعديل، الأبيض الإماراتي الآن عموري، الله جول! رد الأبيض الإماراتي، رد الأبيض الإماراتي بكاس الإمارات الصغير، يسجل الهدف الأول للمنتخب الإماراتي، ومباراة مشتعلة مشتعلة ومتوقع لها ذلك. عموري يلعب كرة في زاوية صعبة يتابعها ويشوفها ويتفرج عليها مثلنا قاسم برهان، مثلنا قاسم برهان. شوف الركنة هدفين هنا وهناك، مباراة مشتعلة منذ البداية. المنتخب الأبيض الإماراتي يرد على ركلة جزاء خلفان إبراهيم خلفان، ونجمي المنتخبين اللي يتوقع لهم الكثيرون أداء وفنا في مباراة اليوم يحضرون بالتسجيل، أولا لقطر عبر خلفان إبراهيم، وثانيا عبر اللاعب عموري. عمر عبد الرحمن يتألق في تسجيل هدف عبر كرة ثابتة. إذن تشتعل المدرجات العنابية ومدرجات الآن الأبيض الإماراتي هنا في مدينة عيسى في استاد خليفة، والكرة القادمة الآن ما كمل ربع ساعة، هدفين للمنتخبين العنابي. الآن الرد، تقدم الآن في الجهة اليسرى، يتقدم فيها الآن يوسف أحمد، يوسف أحمد يتقدم في اليسار، محاولة الآن تأتي قطري، إبراهيم ماجد يلعب الكرة، تأتي إبعاد حمدان الكمالي لاعب اللي قدم من فترة إعارة في نادي ليون الفرنسي. أحمد خليل الآن في المنتصف لصالح المنتخب الإماراتي، 1-1، مباراة مشتعلة، وهذه واحدة خطيرة، هذه خطيرة علي مبخول، ويتقدم لها قاسم برهان في السيطرة على هذه المحاولة. فعلا ممتازة، ممتاز العنابي، ممتاز الأبيض، بداية مثالية حتى الآن في هذه المواجهة.